جميعنا تحسرنا على شبابك وما كثير على ربنا، ربنا يرحمك ويغفر لك وعلى كل يرحم كل المبدعين اللي أبدعوا وأخلصوا في إبداعهم وفي رسالتهم الفنية وتركوا لنا إرث جميل نعتز به. والدليل على ذلك أنه دي الذكرى التاسعة ولا زال نادر موجود بيننا، كأنه لا زال موجود حي وزغ. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى دون حساب وعقاب، هو ومحمود وكل الشباب اللي غادرونا، ربنا يطول في صحة في عمر جمال ويديه الصحة والعافية. واليوم الحلقة فنية بحتة، انت لاحظت الحاجة دي؟ لكن لاحظت الحاجة دي كبسولة من الأحزان. بدينا بسيد أحمد والقهوة، وصف سيد أحمد أكيد و يعني صيف، مع انه مزاجه عربي لكن بدا يدخل في المود السوداني. أيوة. ده تطور ملحوظ. ايوه قهوه منك، انا لازم امشي اسمع الاغنيه دي مع قهوه الصباح بكره. تستبدلها بيا فيروز. اكيد. عندنا حنختتم بموهبه فنيه لازم المجايله، ولازم جيل بعد جيل اجيال تسلم الرايه. وكل موهبه بنحاول نشوفها بنحاول نلتقطها احنا ونكون السباقين في اظهارها بانه تجد مكانه المناسب. محمد ياسر متفاعل جدا المصور، يعني ده دليل على انه موهبتنا اليوم يعني ما شاء الله عليها. انتم ممكن تحكموا لوحدكم، وشي ما بدت كالمعتاد المدرسه والدورات المدرسيه، وبتقدم في نفسها خطوه خطوه. الوهله الاولى لما تشوفيها كده بتذكرك بزينة أفتيموس اللي جات السودان، كانت من خريجه ستار اكاديمي. أسمر جميل، فللوهلة الأولى ملامحها بتشبه زينة أفتيموس. زينة سورية غنت أسمر يا أسمر للكاشف طبعا، أغنية سودانية، لكن شيء ما حتغني لنا غنانا. أيوة. بحلاوته وبنكهته. مساء الخير عليكم. مساء الخير. إيه الإطلالة الحلوة دي؟ يا الله حبيبتي تسلمي والله. زوجك فما عارفه انت بترفع معنويات الزوركي، شكلي انا هاجيكم كل نحن يوم. نحن مبسوطين بيس ويا ريت تجينا كل يوم. انا والله اكثر سعيدين جدا بك. عرفينا عليكي اكثر. طيب طبعا التعريف ده صعب. انا شيماء، شيماء عصام، يعني باديه كده يا باب. تدرسي وين؟ حاجات فنيه. بديتي كيف؟ طيب انا اصلا يعني الوالده من القضارف، يعني من مواليد القضارف. بديت بدايه الدراسيه هنا، ف انتقلنا هنا كملت هنا، اكتشفت روحي في الدورات المدرسية وكذا، صحباتي وناس البيت كذا، فكان في تشجيع. شجعوك صحباتك؟ أيوة. والدعمك منه؟ والله طبعا الدعم ده من العيلة أكثر حاجة بكون، الوالدة يعني ربنا يديها طول العمر كي يعني واقفة جنبي جديد. الله يديها العافية. جميل. أول أغنية ليكي، إحساسك كان شنو لما غنيتي أول أغنية ليكي؟ أنا عاوزك توصفي إحساسك أول طبعاً مرة. يعني ده إحساس صعب شديد. كونك أنت تكون بادي أدب أول حاجة خاصة لك، طبعاً تكون حاجة كده قمة السعادة. يعني حاجة كده مختلفة. مدى تقبل الناس لصوتك، مدى إحساسهم بصوتك كان كيف؟ شفتي الحاجة دي بعيوني؟ طبعا يعني الحقيقة دي أنا ما بقدر أحدد على الناس، لكن الحمد لله القبول كان كويس. القبول طبعا من الله وبعد كل حاجة، حتى الآن كويس، هو ما في زول خالي من الانتقادات، أنت لازم كذا وكذا حتى الآن الحمد لله. جميل. طيب طيب حتسمعينا شنو؟ طيب أنا حاليا أول عمل لي لكلمات والحان بشير على الحاج، أنت ماضي زمان كلمة. نسمع. I'm not afraid to die.
بلقى ما تمنيت، كنت جاي لمعاك بلقى ما تمنيت، كنت جاي لمعاك بلقى ما تمنيت، غير عذاب وناح ما أظن جنيت، انت ماضي زمان انت هوتع تاني يا زوري ليك ما بردع. تاني يا زوري ليك ما برجع. لو بكيت وشكيت ليك ما برجع، حتى صوت ذكرى شكيت لك ما برجع، حتى صوت ذكرات لهما بسمع، كنت ليك زمان للحنان منبع، 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 انت ماضي زمان انت هودع تاني يا زوري ليك ما برجع. يا كده لا الخصوة دي أغنية مليئة بالكبرياء مش كده؟ ملاحظ يا سيف إنه الأغنيات ما أصبحت إنه لا أو تعال وأنا ببكي ومنتظرة، لا خلاص ماشي يلا الله يسهل بالسلامة، ما في وقت، كل الناس أصبحت كده عجلة الزمن، الخصوة دي الزمن القاسي ده ما عاد في يعني الحقك وجيك وتعالى عندك فرصه واحده جيت اكتسبتها خلاص ما اكتسبتها يلا روح الله معاك بعد كده لا حتى عربيا يعني لاحظ انه كل الشعر ماشي في الجانب ده، الله يستر من الزمن اللي جاي اللي بعده جبتوا لنا فطر اسود وكورونا وغير ما معروف ثاني احسن، ربنا يرفع الوباء والبلاء من كل الاتجاهات. قبلك على طول لاحظت اغنيه نادر وجمال، فشفتك زي انه لا انا حغني بعد نادر وجمال، في تخوف. نحن في امام مشروع فنان لكل مواطن، لكن الحقيقي هو اللي بيثبت. واضح ده في اعتبارك انه لا انا في خطواتي الاولى، لا انا لازم يعني اتلمس خطاي بحذر شديد، تعملوا في شنو؟ والله لازم يعني انت كل خطوه بتخطيها لازم تكون حاسبه، لازم تكون عارف نفسك بتعمل في شنو. يعني انا اتخوفت فعلا لانه شوف ديل الاثنين اساطير يعني نادر خضر ربنا يديه في الرحمه ربنا يديه العافيه، ونادر خضر ربنا يديه الرحمه والمغفره. يعني بجد حاجه الفن السوداني فقد، بجد فقدنا، فالواحد لازم يتخوف يعني ما شاء الله عليهم. منهم اخذت شنو عشان تكوني في يوم من الايام زيهم؟ والله يعني كون اكون زيهم دي فدي مرحله بعيده، فيعني الواحد يعمل اللي عليه والباقي على الله. ان شاء الله واحد يكتسب خبرات ومن الناس العمالقه زي دي.
طيب شيء ما بتستهوى يا نوع من الأغاني، أغاني الشجن، أغاني الحب والعاطفة، أم أغاني الكبرياء زي ما نحن حسي سمعنا حاجة في نوع من أنواع الجفا في الأغنية اللي أنت غنيتها قبل شوية، فشيء ما بتستهوى يا نوع أو يا مود من طيب الأغاني؟ أنا دائما بميل للحاجات الحزينة، الحاجات الهادية كذا الريقي، الحاجات دي بلاقي نفسي فيها أكتر، فعشان كده الأغنية اللي فاتت دي كانت شوية قريبة. أيوة. تلمست. ده دايما مودي كده. جميل جميل. طيب مشاريعك المستقبلية؟ والله طبعا الواحد المستقبل ده ما بقدر أقول لك إنه أنا كده، ولكن على الله على ربنا، والواحد بيجتهد يعني الحمد لله، الاجتهاد واجب. إن شاء الله إن شاء الله بكل تأكيد. نحن حنسمع منك لحن الختام. قبل ما نسمع نحن مفترض نختم يا سيد. أكيد. وصلنا لختام الحلقة، ما حسينا بها اليوم. شكرا عادي الحقيقة، شكرا. الحلقة جميلة جدا استمتعنا بها، وبتمنى المشاهد كمان يكون استمتع بها. أكيد. وأنا ملاحظة جرأة عجيبة في شباب اليوم، بتدينا أمل ببكرة إنه بيغنوا أغنيات خاصة، يعني تعودنا من الشباب إنه يرددوا أغنيات الحقيبة بحيث إنه راح بيكون خايف، لكن تبدي أغنيتين من أعمالك الخاصة. فبجد برافو، كل منياتنا لكم بالتوفيق. تسلم يا حبيبة، الله يبارك. أكيد الشكر، عايز تشكري ماما صح؟ اللي واقفة معاك. طبعا تحياتي لكل العيلة طبعا، أسرتي وأهلي وأصحابي وكل الناس اللي دعموني يعني، وأقول لهم شكرا للجميع إن شاء الله، ربنا يديم الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. نحن برضو شاكرين لك وشاكرين لوجودك معنا. الله يخليك، تسلموا كثير. كمان أنا برضو بشكرك يا سهام على وجود على وجودي معك اليوم. والله اتبسطنا بيك كثير اليوم، وعيد زياراتك والله. أكيد أكيد. نورنا في أمسيات السبت. أنا شكلي السبت دقيقة. خلاص احتكرنا. شكرا لكل اللي تابعونا من حلقة اليوم، وهي بتتمنى ونحن بنتمنى أنكم دائما تكونوا بخير. كونوا دوما على الموعد. أبقوا عافية. أنا بتمنى أشوفك.